طبعا هاي طالبه هاي الحين استحنا بيضه وغاويه ومخلوطه بالفلفل وبالكل حاجه، لكن انا لازم اعيدها الحين مره ثانيه. اعيد طحنها. صبر صبر شوي صبر. شفتوا ما بخلو لازم اعيد طحانه شوي عشان ما اكسر. في ناس وايدين يبون استحنا من برا سووا يقلبون قالوا حريه وين استحنا؟ قلنا ان شاء الله استحنا. هذا الحين عاد استحنا اخذنا من السيت. هذا عاد المصور شيطان يبغى يصور التليفونين تليفوني وتليفون صبر زين وايد ما ترحد. صلوا على النبي اذكر الله صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بنقدر أخلي العين وايد لكن لا أصدق إنه أنت ما سوي الناس واللي يبغى إن شاء الله ساعدني بس أعطوني فرصة على خلاص على سالفة كذا مدير أستعنا والحين موسم الجاشة ما بنخلي نحن بعد أنها نعيم وايد لا مخلوطة شفتوا احنا حسبتنا شفتوا ورايكم طالعوا ركز عليه عدل ايه لا بنعيمه ولا بنيا خشنه كل شيء لموسم مثل الدوري الدوري موسم والذبابة بعد عن شتاء موسم شو بعد بنقول ما رفع لا يا هي سحنا 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 عيش أبيض ودهن بلدي وصل أبيض يا الله ما بلا سحنا يسوى عن المكينة بعد حري وين يأكل مكينة يا الله يا هي ليه مكينة السوق. بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلنا وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزائي المتابعين وين ما كنتوا أسعد الله مساءكم وطول الله أعماركم واليوم الخميس ليلة الجمعة اذكروا الله وصلوا على النبي محمد. أول معزم أني من البداية بطلع الشارجن بعدين يو الربع ما بطلعهم يا لابسي مع الرياضة وما هذا وتدرون المتابعين ما شاء الله اللهم صلي على محمد فكل شيء حدود. المهم فيا جماعة تفضلوا التعشون وغير قال لا قال نحن شفناك تسوي السحناء زين عن طريق السناب شوف واضح اني انا غير السناب زين والحين قالوا انه بس احنا اللي سويت في الليل قالوا في الليل انا بعد وياكم شو قال ظني بالعشاء سحناء وعادوا شوفوا كيف طريقه السحناء خلي حد منهم يصورني طريقه السحناء ما تعالوا خذوا فغلوا لا طريقه حلوه لذيذ هري ايش العشاء اليوم؟ عشاكم مثل اللي طلبتوه انتم السحناء بعد تسالني ايش حقه؟ تفضلوا. طبعا هاي السحناء طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي السحناء سحناء شوفوا طريقة كيفها؟ هي العيش الابيض بسم الله السلام طبعا اربع خمس طواجين تسلم ايدك بالعافيه عليكم يا سلام هذا نعم نزيدكم بعد خلص شوف ركز عليه طبعا هاي السلطة نعم. شو مكوناتها هاي السلطة؟ عادي سلطة الخس نعم. والطماط والخيار وما كل 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 المكونات يعني ردينا شفتوا هاي ردينا طول الله عماركم انزين الحبايب شفتوا عاد السحناء والسلطة وهذا بعد الفلفل الحار احمر واخضر مرجية يعني نعمة هذا الفلفل هذا شو عادل هذا الخل الخل هم يبلي من عمان من سور بخسيمة ناس مطرشين بيه شفتوا هذا الخل اي نعم هي الخل
طبعا طول اعماركم ونحن على عدنا الشباب من البديع. يلا الاعمال يا هلا والله. شفتوهم طالعه؟ ركز ركز داخل مني. شفتوهم؟ خلي لا خلني انا شبعاني منهم، خلي يشوفون شغلهم. شفتوهم؟ هاي السلطه الخاصه هي السلطه وال والسحناء عشاء خفيف. نعم الطريقه هذه لا بلاوي ولا مشاوي. نعم خلونا على الشعبي. طبعا الغرفة هذه حينة لا تطولها وهي قصيرة. نعم هاي فسحنا عشان نجوم نخينا عم فسحنا. ما بغايتم والله النطافة من الطاف والتمر طبعا حق البرود يبرد والسبايسي هذا من اعمال عجوبة. هاي سبايسي خصم اللي بس سبايسي بعد هذا. نعم يلا ابوي اعطونا الماي وبالعافيه عليكم واسمحوا لنا عاد هذا العشاء. كرمك الله يا خالد. بالعافيه تفضل تفضل تفضل. بلش لعنك والله الله مره مرتين ساري. الله يحفظكم. انتم من البديه؟ من البديه حمد المغير.